بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكل كان شوي عنده بعض الأسئلة والاستفسارات عن الكويز اللي أخذناها اليوم. طبعا بدي أشرح لكم الكويز الآن وأرجو من الجميع التفهم. السؤال الأول كان Reference solutions are characterized by except. طبعا احنا شرحنا الريفرنس سولوشنز، وزي ما انتم شايفين هذه السلايد اللي كانت موجوده معكم. ريفرنس سولوشنز بايولوجيكال ان نيتشر هاف ان اساينت فاليو يوزد اكزاكتلي لايك ا ستاندرد، لان من ضمن الخيارات موجودين هذول الثلاث خيارات: يوزد اكزاكتلي لايك ا ستاندرد، هاف ان اساينت فاليو، وبايولوجيكال ان نيتشر. الاكسبشن اللي هو mainly used as controls، ما بنستخدمهم ككنترول. فالإجابة أو الإكسبشن في هذه الإجابة هي mainly used as controls. السؤال الثاني: most frequent observation in a set of numbers is. لما يكون عندي أنا مجموعة من الأرقام وشرحناها، هذه مجموعة من الأرقام. الآن الأرقام المتكررة بنسميها المود، ليست الميدل اوبزرفيشن، ليست القراءه الوسطيه، ولا المعدل المين او الميديان، ولا الافريج فاليو. لان لما يكون الموست فريكوينت هي الرقم المتكرر اكثر شيء، فهي المود. لان السؤال الثالث: ترو فاليو از ريفيرد تو اس. طبعا ما هي الترو فاليو؟ طبعا الترو فاليو احنا شرحناها وهي موجوده بالسلايد زي ما انتم شايفين. ترو فاليو بريسيجن اند اكوريسي، ترو فاليو ان ايديال كونسبت ويتش كانت بي اتشيفد. فهذا اللي شرحناه بالسلايد، والاجابه يجب ان تكون زي ما هي موجوده بالسلايد: ان ايديال كونسبت ويتش كانت بي اتشيفد. طبعا the concept of reproducibility، هذا هو the precision. Two choices are correct. أكيد لا. Proximity of accepted true value، هذه ليست the true value. فthe true value هي an ideal concept which cannot be achieved. السؤال اللي وراه: How do we calculate control limits؟ احنا شرحنا بالمحاضرات انه الكنترول هو عينة معروفة القراءة، اما نشتريها مشترى من الشركات او بنسويها بالمختبر عن طريق تجميع السيرم او بولد سيرم. ولكن الكنترول قد يكون السيد او ان السيد. لأن إذا بدنا نعمل له أسي، إحنا لما هو موجود في السلايد شرحنا هذا الكلام. هيو هذه السلايد اللي أعطينا فيها الكنترولز. طبعا resembles the patient sample، have same characteristics as patient sample، color viscosity، can be purchased assayed، come with range of established value or unassayed. فإذا كان unassayed إحنا بالمختبر، your lab must use statistical measures to establish the range of value. فكذلك لما نسوي pooled serum، إذا جمعنا عينات المرضى serum وعملنا لهم assay وعملنا لهم limits يصبحوا control. فإذا الجواب هو determine the mean and standard deviation for your laboratory. ليس use the mean and standard deviation provided by the manufacturer، ولا use the mean and standard deviation provided by the proficiency testing survey، ولا use the mean and standard deviation provided by the peer group. هي ما تقوم فيه أنت في المختبر من تحليل هذه العينات وتحديد limits اللي أنت بدك إياها. بمعنى آخر، تجد الأفريج المين المعدل، تحسب standard deviation لمختبرك انت حسب ما تحتاج. الان السؤال اللي وراه:
عن الويستغارد rules. السؤال بيقول given running three controls, an upper level, normal level, and a lower level control. The QC procedure defined for this method is the 1-3-S control rule. طبعا احنا شرحناها وهي السلايد اللي تتحدث عن ال 1-3-S Westgard rule. طبعا refers to a control rule that is commonly used with a Libby-Jennings chart when the control limits are set as the mean plus 3 standard deviation or the mean minus 3 standard deviation. A run is rejected when a single control measures exceed the mean plus 3 standard deviation or the mean minus 3 standard deviation. They're موجود في الشكل. The action reject. الآن سؤالنا نرجع له. الآن قلنا we reject if it exceeds the 3 standard deviation. إذا القراءة طلعت خارج نطاق 3 standard deviation. ولكن السؤال واضح. When one control material is out beyond 2 standard deviation. بمعنى آخر لسه ما وصل ل 3 standard deviation. شو نسوي؟ What's the response? Response إنه do nothing لأنه لسه إحنا within the limit ما تعدينا ل 3 standard deviation. واضح؟ السؤال اللي وراه برضو عن ال Westgard rules. لأن given two controls, an upper level and a lower level control, the QC procedure defined for this traditional Westgard rules. The question, when both control materials are below their respective means, but within one standard deviation of the mean, what is the first response for this scenario? الآن إحنا قلنا المين أو قراءة هذا الكنترول كانت أقل من المين ولكن لا تزال ضمن الستاندرد ديفيشن. طبعا هذا طبيعي لأنه يجب أن يتردد القراءات بين تو ستاندرد ديفيشن من مش واحد ستاندرد ديفيشن وبالتالي الأمور طبيعية. الجواب do nothing. الآن السؤال اللي وراء برضو عن اللي بجينينجز والبستغاد questions. Given you are running two controls of on a test, an upper level and a lower level control. The QC procedure is defined for this method is 1-2-S control limits. Question. When one control material is out beyond the two standard deviation control limit, what is the first response of this scenario? احنا شرحناها وهذا يعني اذا كان واحد منهم خارج نطاق the two standard deviation معناته we reject the run. واضح. We don't repeat controls, never repeat controls. الكنترول لا يعاد. إذا في شغلة غلط منشوف ليش غلط. أو طبعاً run a new control أكيد لا. We reject the run. لأن given running two controls, an upper level and a lower level control, the QC procedure defined for this method is the traditional set of Westgard rule. The question is, when both control materials are out beyond the two standard deviation control limits, what is the response of this scenario? احنا شرحناها هذه وهي السلايد اللي شرحناها فيها. قلنا the 2-2S and the two controls, two limits can two standard deviation, two consecutive consecutive control measurements exceeds the same mean plus one standard deviation or the same mean plus two standard deviation limit. Action reject. وهذا اللي سويناه احنا هون. عندي K
two controls. واحد منهم كان خارج النطاق فبالتالي we reject the run. الآن برضو QC procedure. One control to standard deviation, the one to us as a rejection rule. What does that mean? الآن لما يكون عندي قراءة واحدة خارج two standard deviation, أكيد we reject the run. Reject the run whenever one value is beyond the two standard deviation. نفس تقريبا نفس السؤال السابق ولكن أعطيت ب طريقة أخرى. إذن we reject لأنه عندي control خارج نطاق two standard deviation. طبعا الآن السؤال اللي وراه given running two controls an upper level and a lower level control the QC procedure defined for this method are the traditional WSGUARD rules. The last four runs have been in control as well. Question: the upper control values is above two standard deviation, while the lower control is below one standard deviation. What is the first response? رحنا شرحنا هذا الكلام هيو. WSGUARD rule 1-2S. 1-2S refers to a control rule that is commonly used with a Levy-Jennings chart when the control limits are set as the mean plus or minus two standard deviation. And the original WSGUARD multi-rule, وهذا السؤال نفس الاشي فسألناه, أيو, the traditional والoriginal نفس الشيء. الآن, this rule is used as a warning rule to trigger careful inspection of the control data by the following rejection rules. Action must consider other rule violations, trend shift, etc. This is a warning. إذن جواب راح يكون هو check other WSGUARD rules. إذا كان فقط هاي النتيجة ما عندي لا shift ولا trend, it's a warning. ولكن إذا كان في عندي shift أو trend بالإضافة إلى الفاليو اللي هي above two standard deviation الجواب أو واحدة والثانية below one standard deviation will be reject إذا كان في إيش other violations. ولكن إذا كانت لوحدها it is a warning. السؤال اللي وراه Levy-Jennings charts are used for أكيد to plot control readings. وهذا هو أنا كل شرحنا كان على Levy-Jennings charts. زي ما نحكي إنه هذا Levy-Jennings في عندي mean plus two standard deviation لمدة 30 يوم والهدف منه هو وضع قراءات الكنترول عليها لمدة شهر. الآن السؤال اللي وراه اللي هو trend in the readings of a control result is defined as. لما يكون عندي trend كيف بدنا الآن نعرف the trend when there is a consistent increase or decrease in the data points over a period of 6 days. هذا اللي شرحناه, قلنا إذا كان هناك زيادة مضطردة أو نقص مضطرد لقراءات الكنترول لمدة 6 أيام إذا صار عندي ترند. الآن shift, السؤال اللي وراه shift in the reading of a control results is defined as. Shift when there are 6 consecutive data results on the same side of the mean. إذا كان عندي 6 نقاط وراء بعض لمدة 6 أيام أو 6 قراءات كلهم على جهة واحدة من المين. إذن هذا اسمه shift. اختلفت عن الترند. الترند هي زيادة مضطردة أو نقصان مضطرد لمدة 6 أيام. هذه لا.
على جهة واحدة من المين، إما أعلى أو أسفل. الجواب زي ما قلنا when six when there are six consecutive data results on the same side of the mean. السؤال اللي وراء اللي هو الدلتا checks is. طبعاً حكينا عن الدلتا check. الدلتا check هي لما نقارن قراءة المريض الحالية مع قراءات المريض السابق. هي comparing current test results on a patient to last run patient's test. وقلنا من قارن جبنا عدة أمثلة منها MHCHC وغيره من الأمثلة. الآن control specimen can be prepared by. وعن هذا السؤال شبه مكرر لأنه كان في بداية الأسئلة سؤال عن الكنترول. طبعا الكنترول ممكن إنه أحضره وإن عن طريق الفولد سيرة. بجمع السيرة بعين المريض، العينات اللي بتجيني مع بعضها البعض، ثم بقوم بتحليلاتها، بحللها، بعملها تحليلات إحصائية، بطلع البريسيجن، بطلع التو ستاندرد ديفيشن، وبحدد الليميتس لهذا الكنترول. طبعا any human serum collected in the laboratory اكيد لا، يعني اذا واحد سوينا له عينه سكر اخذنا عينته استخدمها في كنترول اكيد لا، ولا single patient collected in the laboratory، ولا none of the choices are correct، ولا all the choices are correct. هي دائما الكنترول اما بنشتريه او بنحوله بنحضره عن طريق الفولد سيرم. ارجو ان اكون قد وضحت الكويز. الكويز ما كانت صعبه اذا ما الكل اعترض عليها، وارجو ان شاء الله في الكويزات السابقه انه الانسان ينتبه، وارجو انكم تدخلوا على الوقت. والان نشوف شو بصير ان شاء الله في الامور السابقه واللاحقه.